محافظ صلاح الدين يؤكد وحدة الصف وحماية السلم الأهلي خلال تقديمه واجب العزاء لأهله في ناحية زوية برحيل الشيخ علي البنيان. أهالي بيجي يثمنون إصرار محافظ صلاح الدين على إزالة مخلفات الإرهاب واستعادة المدينة لاستقرارها. مؤتمر ديني وعشائري في صلاح الدين لتعزيز أواصر الأخوة العراقية، والرعاية الاجتماعية تخصص مركزا مجانيا للخدمات الصحية. والكاظمي يحمل مستقبل الدولة العراقية إلى واشنطن ويرفض مهمة الساعي البريد لتحقيق السيادة، ومراقبون يتحدثون عن أيلول ساخن.